يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري فتح أبوابه على الرغم من مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على مدينة رفح الفلسطينية، ما تسبب في غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه مصر جهودها الإنسانية لاستقبال وتجهيز المساعدات المختلفة. المزيد يرصده لنا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم التطورات الجارية أمام معبر رفح البري وأيضا فيما يتعلق بالمساعدات التي تجهزها مصر. نؤكد بداية على استمرار بوابة معبر رفح من الجانب المصري، يعني تعمل وتفتح أبوابها، لكن الجانب الآخر الفلسطيني لازالت البوابة مغلقة حتى هذه اللحظة نظرا لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الآخر. لكن مصر تجهز عدد كبير من المساعدات، خاصة اليوم مطار العريش استقبل طائرة قادمة من باكستان على متنها 5000 خيمة ضمن 4 طائرات سيصلون خلال الأيام القادمة، وهذا ضمن الجهود المصرية فيما يتعلق بوجود سيارات الإسعاف المختلفة وأيضا المساعدات المصطفى أمام معبر رفح. ولازالت أيضا الضغوط المصرية مستمرة والتحذير من خطورة التصعيد في مدينة رفح الفلسطينية، وهذا ما أكد عليه السفير سامح شكري خلال اتصال هاتفي مع وزيري الخارجية البريطاني والفرنسي، وأكد على ضرورة وقف إطلاق النار وأيضا الوصول إلى هدنة واتفاق لفتح الممرات مرة أخرى وعبور المساعدات التي تصطف بالآلاف في معبر رفح ومدينة العريش. هذه هي الصورة اليوم من مدينة العريش وأيضا الوضع أمام معبر رفح البري. والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.